بدأنا عشان نقدر نعمل بوستات إخراجية فيها إبداع. إحنا بنحاول إن إحنا نألف بوستات تخصنا، ندمج بين حاجات وبعضها. فيعني التكنيك بتاعنا بنحاول إن إحنا نغير فيه، لان الفكره موجوده، اي حد ممكن يعمل صفحه، ما هياش ازمه. وزي ما حضرتك قلتي الصفحات النسائيه كتير، لكن هتفرق بقى بتميز كل صفحه وبفكرها وبتطورها قدام شويه. احنا بنعمل اعلانات، بنساعد ناس، بنحاول نساعد عن طريق الاعلانات اللي بننشرها او المشاريع اللي بنتكلم فيها. في ناس بتعلن عننا، وريهام هي اللي مسؤوله عن الموضوع ده صراحه يعني مخوته فيه جامد جدا، هي اللي بتعمل ده. ومعانا زميلتين تانيين ما ننكرش طبعا، هو مش موجودين معانا بس بيبذلوا جهد زينا واكتر، دعاء فرغالي ودينا الحريري، نفس القصه بس هم ما قدروش يجوا النهارده. فاعتقد ان ده اللي هيفرق صفحه من صفحه، الى جانب بقى مع الوقت التطور اللي هتعمله او الافكار الطموحات اللي في المستقبل عاوزه تعملها. احنا عندنا افكار معينه عاوزين نعملها قدام، اعتقد دي هتفرق يعني. طيب ريهام قولي لي، بالنسبه للمسابقات، الصفحة بتطرح مسابقات على الجمهور بتاعها؟ طبعا اكيد. احنا عملنا مسابقة اجمل طفل، ان ابتدينا نقول لهم ابعتوا لنا صور اطفالكم، فابتدت الناس تتفاعل وتبعت لنا صور الاطفال، وبعد كده ابتدينا طرحنا كل الصور في البوم، وابتدت الناس تخش تعمل تصويت على اجمل طفل، وبالفعل فاز معانا طفل اسمه ادم. اوكي. وكسكانت كنا عاملين جايزه، ودي يعني حاجه جديده في البيجات، او يعني احنا عملناها جديد بالنسبه لي، انا ما شفتهاش قبل كده، ان احنا عملنا جايزه ماليه بعتناها للام اللي كسبت في صوره كارت موبايل، يعني اديناها الرقم بتاعه واديناه لها، يعني بنقول لها مبروك، هديه بسيطه للولد الصغنون الامور اللي كان معانا في المسابقه يعني. ده بالنسبه للمسابقات. وبعد كده احنا ناويين ان شاء الله باذن الله قريب هنطرح مسابقه ثقافيه، وبعد كده في نيتنا برضو مسابقه للناس اللي بتكتب شعر، نطرحها ونعرضها على الناس، والشعر او الشعر اللي ياخد اكبر عدد من اللايكات يبقى اللايكات هو اللي يبقى فائز معانا. يعني يعتمد على تصويت القراء؟ طبعا اساسي. احنا ملناش دور غير ان احنا بنعرض، شوفوا يا جماعه وانتوا احكموا وانتوا القاضي زي ما بيقولوا، واللي هم بيختاروه هو ده اللي بيكون الفائز معانا يعني. طيب فكرة وجود مسابقة تعني وجود جايزة. مزبط. الجايزة تحتاج إلى تمويل. بالظبط. منين بتحصلوا على التمويل؟ مننا. احنا يعني متكفلين بكل حاجة. طب المكسب الادبي اللي انتوا بتحصلوا عليه من ان انتوا تدفعوا فلوس، يعني عاده الواحد لما بيعمل شغل بيبقى هو عايز يقبض فلوس، انما لما انتوا تعملوا شغل وانتوا اللي بتدفعوا الفلوس، ايه الفكره؟ بصي، هو احنا ما بنروحش طبعا على حته، احنا كفايه التقدير المعنوي، ان لما يجي حد يقول لنا ايه، ده انتوا صفحتكم جميله، ده انتوا صفحتكم رائعه، وبعد كده زي ما بقول لحضرتك احنا مش هنقف على هذا، يعني على حته ان احنا هيبقى عندنا جاست بيج على الفيسبوك، لا، احنا يعني ان شاء الله لينا طموحات اعلى من كده، ان شاء الله باذن الله تبقى قريبه على ارض الواقع باذن الله. فهي الدنيا احنا مش مستنيين حاجه من حد، احنا يكفينا كلمه شكرا. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، احنا من ضمن مساهمات البيج مؤخرا عملنا ان اصحاب المشروعات الصغيره، الست اللي بتعمل اكسسوار، اللي عامله بتجيب حاجات وتبيعها وعامله مشروع صغير، ادينا لها اوبشن ان انت راسلينا على البيج بتاعتنا واحنا هنعلن لك لمده اسبوع يوميا عن المشروع بتاعك. ده مساهمه منا ان احنا نساعد هذه المراه انها تحسن من نفسها، من دخلها، واحنا يعني بدون عائد مادي، بدون عائد مادي علينا. احنا هدفنا ان احنا بنحب الفانز بتوعنا، وهدفنا فعلا ان احنا يبقى لنا رساله نؤديها، سواء بقى للمراه اللي في البيت او المراه اللي بتشتغل. يعني اللي بتشتغل دي بنقول لها اعتني بنفسك بالطرق الفلانيه كذا وكذا وكذا، اللي في البيت دي اللي عامله نفسها مشروع صغنون، هاتي مشروعك احنا نعلن لك عنه. فاحنا بنحاول ان احنا نساعد على قد امكانياتنا عن طريق صفحتنا يعني. طيب انتوا قلتوا لي في الحوار ان في يعني باب للمشكلات بيتراسل فيها القراء. نوعية المشكلات الاجتماعية اللي بتطرح عادة على الصفحة بتاعتكوا بتبقى شكلها ايه؟ هي بتبقى عن العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية
يعني مشكلة بين أم وبنتها، مش عارف تتعامل مع بنتها، بنتها عنيدة، بنتها سبب مشاكل بينها وبين جوزها، حاجات من النوعية دي، مشاكل زوجة مع زوجها اللي بدأ يتخطى الحدود معاها سواء بالضرب أو بالإساءة رغم أن بقالهم سنين مع بعض، زوجة مش قادرة تتطلق ومش عارفة تحل مشاكلها فتعمل إيه. فدي نوعية المشكلات اللي بدأت تظهر وبقى في تفاعل فظيع عليها. طيب انتوا بتتعاملوا ازاي مع المشكلات؟ يعني عادة ابواب بنعيد صياغتها باسلوب لائق وبنحطها على البيج، طالما ما فيهاش اي مشكلة يعني ما بنحطش اسامي وما بنحطش اي حاجة، كل واحد بيعرف مشكلته بنفسه، وبنقول ان جات لنا المشكلة دي وبيبدأ النقاش فيها، بيحصل فيها تفاعل فظيع والناس بتفضل تقول آرائها. يعني يعني فاكره اخر مشكله قريتها كانت مشكله الام وبنتها، رجاله وستات قد كده بداوا يردوا صاحبيها قربي منها، هي في سن حرجه لان هي جامعيه بتغير منك. مش تستعينوا يعني خبراء في الشؤون مثلا الاسريه؟ ده مشروع قائم فعلا، فكره قائمه عندنا، حد من الناحيه الاجتماعيه وحد من الناحيه النفسيه، وان احنا نشوف الحاجات دي، بس احنا مؤخرينها شويه لما المشاكل يعني تتظبط اكتر ونبدا نعرض ده على حد يقول لنا رايه ويبقى فيه خبير بيقول الراي ده بصوره مفيده اكتر من انه يبقى مجرد كلام او دردشه يعني. طب ريهام، بما انك الادمن بتاع الصفحه وبتقدري تعرفي الناس بتقول ايه وبتتابعي اكتر يمكن الشق اللي ربما يكون فني او تقني شويه، بالنسبه للصفحه عندكم ما بيجيلكوش رد فعل اللي بعتت المشكله او اللي بعت المشكله بناء على تعليقات القراء يعني لقوا حل فعلا في الاراء اللي جات لهم او ما لقوش حل او طالبين مساعده من نوع اخر بعد التعقيبات اللي جات على المشكله؟ لا بصي، هو اللي حصل مره ان احنا كنا عارضين مثلا مشكله وابتدى الفانز يدوا راي ويهاجموا صاحبه المشكله، فهي راحت بعت لنا على الرسائل بتاعت البيج بتقول يا جماعه قولوا لهم، ما هي طبعا احنا مش كاتبين اسمها وما تقدرش تطلع بشخصيتها، يا جماعه قولوا لهم كذا كذا كذا، فاحنا يعني تولينا مهمة ان احنا ننوب عنها ودخلنا يا جماعة صاحبة المشكلة بتقول لكم كذا كذا كذا، فابتدوا ان هم يزبطوا ارائهم تاني بحيث ان هم يفيدوها، يعني هم كانوا واخدين لاين وهي كانت لاين تاني خالص. اعتقد كمان ان فكرة يعني سؤال حضرتك في ان بعتت المشكلة تكون لقت حل، دي هتاخد وقت شوية، يعني مش مجرد ان الناس قالت رأي انها هتاخد تعمله وتحله، فممكن قدام شويه يظهر لنا نموذج كده فعلا ويرد علينا يقول لنا انه استفاد او انه قدر يعمل حاجه معينه. لا احيانا يعني ممكن تكون تجارب الناس وردودهم خلي صاحب المشكلة يقتنع ان هو لقى حاجة ريحته في كل الكلام اللي قراه، يعني ممكن يجي 30 تعقيب او تعليق على الرسالة لكن في واحد استوقفه فيها الكلام، كلمه اتكلم يعني بتوجه مختلف عن الاخرين، لفت النظر لحاجة هي لم تتطرق اليها. انا اتوقع ان ده ممكن يحصل قدام شوية، يعني بعتبر ان الثلاث اشهر لسه فترة قليلة، لكن اتوقع ان التفاعل بيزيد هيحصل ده أكيد. طب تقييمكم ل 82500 لايك للصفحه في 3 شهور، يعني على بعد سنه مثلا ممكن 17/10/2014 يكون عدد الفانز بتوعكم قد ايه؟ بصي انا وعدك ان احنا هنعزمك قريب على عيد ميلادنا بتاع ال 100000 ان شاء الله باذن الله. طيب امنياتكم بقى في 2014 وانتم ضيوفنا النهارده في اول حلقه لبنت النيل في 2014؟ يا رب الصفحة تكبر وتستمر، يعني إذا كان على مستوى الصفحة، ونحقق الطموحات زي ما ريهام بتقول، لأن احنا نفسنا نعمل مجلة إلكترونية، يعني ده المشروع اللي في دماغنا جامد جدا، وعاوزين ندخل فيه إعلام وميديا وصحفيين يشتغلوا فيه، وخصوصا من الخريجين طبعا أكيد هم دول هيبقوا عندهم حماس أكتر. فأتمنى أن دي نقدر نعملها بسرعة بما أن في تزايد للفانز كده،
يبقى ممكن المجله تبقى خطوه سريعه مش بطيئه، مش على اللونج ران، مش على اللونج ران. طيب ريهام، انت ايه امنياتك بالنسبه للصفحه وبالنسبه لعام 2014؟ انا نفسي الدنيا تبقى احسن السنه دي ان شاء الله باذن الله، والبلد يبقى حالها احلى واحلى يا رب. وده بالنسبه للامنيات العامه. وبالنسبه لامنياتي بالنسبه للبيج، ان احنا دلوقتي داخلين على مشروع ان احنا بنعمل برنامج هينزل ان شاء الله قريب على اليوتيوب، خلاص احنا بنحط له اللمسات الاخيره ان شاء الله باسم ستات العلا شنبات. يا ريت ان هو يعجب الناس ويلقى صدى، عندهم صدى جميل يعني، لان احنا بنتناول فيه تقريبا نفس فكره البيج وكده، وان شاء الله يعجبكم. لكن إن شاء في صوره الله. فيديو مصوره في صوره مصوره وكده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب بالنسبه لعام 2014 يمكن بيبتدي واحنا بنعمل اول استحقاق من استحقاقات ثوره 30 يونيو وهو الدستور، ما طرحتش قضية الدستور والتصويت على الدستور في الصفحة بتاعتك، وخاصة دعوة السيدات للمشاركة في التصويت على الدستور بغض النظر عن الرأي بنعم أم بلا، ولكن الإيجابية والمشاركة كانت من أهم يعني من الموضوعات اللي طرحتوها ولا ما؟ لا، هي ما طرحتش خالص، وإحنا بنحاول نعمل سياسة أو بوليسي للصفحة، إن إحنا الصفحة دي بالذات بما إنها شغل، بما إن فيها فانس كتيرة من فئات مختلفة ومن انتماءات مختلفة، فإحنا بنحاول نبعد عن الحاجات اللي فيها شد وجذب سياسي، لكن كل واحد ممكن يقول رأيه بدون ما حد يضايقه. ففكرة الدستور لم تطرح على صفحتنا في الشغل، بتطرح على صفحتنا الشخصية يعني نطرحها على صفحتنا الشخصية وندعو فيها الناس، لكن جوه الصفحة بتاعتنا بتاعت الشغل دي لا، ما حصلش يعني. هو ريهام يعني يمكن كلام هبه، هو بيقولوا ايه الكلام في السياسه دلوقتي بقى بيزعل، ان الاختلاف في التوجهات بيزعل، ولكن يمكن السياسه بقت من اكتر الحاجات اللي بتهم الناس، ويمكن الستات ما كانتش قبل كده بتتكلم في السياسه قد ما بتتكلم فيها بعد ثوره 25 يناير. ما استفزكوش اهتمام السيدات بالسياسه وبالشان العام والشان القضايا اللي بتدور في البلد، ان انتوا يعني تخلوا لها باب من الابواب في الصفحه؟ بصي حضرتك، هي البيج بما انها مفتوحه للجميع فهي بتضم ناس من كافه الاطياف والثقافات والمستوى الفكري في كل حاجه. فلما انا اجي اطرح موضوع سياسي للمناقشه، انا دي كانت وجهه نظري بصراحه، لو طرحنا موضوع سياسي للمناقشه ممكن حضرتك تردي رد يستفز الرأي الآخر، تلاقي حد من طبقة متوسطة يرد رد غير مناسب أو غير ملائم كده، فالعملية هتبقى يعني هتاخد شكل مش لطيف. فعشان كده احنا قررنا ان احنا نبقى صفحة اجتماعية اكتر منها سياسية. الصفحات السياسية مالية الفيسبوك اكيد، لكن احنا صفحة اجتماعية بتهتم بالمرأة على الجانب بقى الاجتماعي والنفسي وكده، فاحنا سايبين السياسة لناسها عشان نحافظ على علاقة الود اللي جمعت ما بين الفانز، ما نوجدش احنا ذريعة ان هما يشدوا مع بعضهم شد وجذب وخصام وملوش لازمه، لا احنا خلينا اصحاب زي ما بنقول يعني. انا احييكوا على فكره تحديد الهدف والالتزام بيه، يعني عاده الناس لما بتبتدي بتاخدها زهوه النجاح وينطلقوا في مجالات مختلفه، انما واضح جدا ان انتوا محددين اهدافكم بدقه وحريصين عليها ايا كان اتفقنا او اختلفنا معاكم، لكن النجاح في ان احنا نحدد الهدف ونسير على الدرب الى النهايه. انا بشكركم في ختام هذه الحلقة الأستاذة ريهام شلبي ليسانس أداب لغة فرنسية، والأستاذة هبة علي بكالوريوس إعلام قسم صحافة ومؤسسات مؤسسات الصفحة، أنتوا الاثنين ومعاكم اثنين تانيين. وأشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، ونلقاكم الأسبوع القادم في نفس المواد. شكرا لكم وإلى اللقاء.